أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاط ساخنة ونقاشنا الرئيسية الثاني في حلقة اليوم. ولا يزال الحديث متواصل حول المخططات الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف النيل من الشعب المصري وبث روح الفتنة من خلال الشائعات والأكاذيب. هذه المرة نسلط الضوء على الحملات الإلكترونية التي تعد واحدة من أهم أسلحة الجماعة الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. في هذا النقاش أرحب بضيفي في هذا الاستوديو أستاذ اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات. نرحب بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا. حضرتك بالتأكيد تابعت هذا الكم من الشائعات وبث الفتنه ما نمناش من يومها بالظبط، بقى لنا 3-4 أيام يعني ما نمناش بقى لنا 4 أيام طبعا بالظبط. حضرتك ممكن تحط هذه الشائعات في سياق ايه؟ هذه الحمله الممنهجه. انا اقول لسعادتك حاجه، طب قبل ما ابدا طبعا لازم كمصري عاشق لتراب هذا الوطن لازم اتقدم بخالص العزاء، نعزي انفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى ان يكمل شفاء المصابين، لان المصاب مصابنا جميعا كمصريين. دي نقطه. النقطة التانية برضو عاوز قبل ما اجاوب على السؤال بتاع حضرتك ده عاوز اقول نقطة مهمة قوي. النقطة المهمة قوي لابد ان نعي طبيعة العصر الذي نعيشه. طبيعة العصر الذي نعيشه هذا العصر اللاحق لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اصبحت فيه السيادة الاعلامية للقنوات الفضائية والسوشيال ميديا والانترنت، ولا يمكن ان نتجاهل ذلك. وبالتالي هناك اعتماد شبه مطلق من جميع المواطنين ومن جميع الدول ومن جميع الكيانات على السوشيال ميديا في تيسير كافة مناحي الحياة. وعلى الرغم من الإيجابيات التي تحققها لنا هذه السوشيال ميديا والإنترنت، إلا أنه حضرتك في نواحي سلبية جريمة المعلوماتية وتطورها أصبحت جريمة إرهابية. نيجي حضرتك لما نتعرض له الآن عبر السوشيال ميديا وعبر الإعلام المعارض من حملات تدخل ضمن والله مش عايزين نقول معارض، يعني هو يعني بيستهدف مش المعارض الدولة المصرية. لا لا لا، يعني المعارض السياسي الإعلام الهدام، مش بقول معارض المعارض أهلا بالمعارضة بالزبط. ولكن الإعلام الذي يهدم والذي يخرب ولا يدعو إلى إجابات، ده إعلام يعني ده اللي بقصده عفوا يعني كده. فإحنا بنتعرض حضرتك حاليا إلى حرب معلوماتية، ويمكن لفظ الحرب المعلوماتية أطلق منذ عدة سنوات عشان يبقى برضو عارفين، من خلال أحد الجنرالات الأمريكيين في معهد القومي الإسرائيلي، الأمن القومي الإسرائيلي، وقال كده حرب المعلومات معناها حرب إكراه، حرب إكراه لإفشال الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها وفرض أمر واقع عليها. تمام؟ وهذا ما يتم من خلال ما يعرف بحرب المعلومات واستخدام السوشيال ميديا والتكنولوجيا في بث الشائعات. لو تتصور حضرتك ان احنا بنتعرض شهريا لاكثر، وده معروف احسن، 20,000 شائعه، يعني في اليوم حوالي 600 شائعه. يعني مثلا هنيجي في الحادثه الاخيره دي حضرتك، الحادثه الاخيره اللي حصلت بتاعت القطر ديت، نيجي الاعلام الهدام او القنوات الفضائية الهدامة واللجان الإلكترونية ابتدت تستغل حديث السيادة الرئيس، وسادتك كلنا عرفنا وشفنا اقتطعوا جزء وجزء ومن ذلك، وبالتالي أظهروه بصورة مش كاملة، بصورة خبيثة شوية. لذلك احنا لابد أن نعي طبيعة هذا العصر تمام، أن جميع التنظيمات المتطرفة والإرهابية ابتدت تلجأ إلى السوشيال ميديا ولا مناص من مواجهتها عبر السوشيال ميديا. لأن أمانة حضرتك النهاردة كثير من هذه التنظيمات برعوا بأمانة، برعوا في استخدام السوشيال ميديا، ويقتصر دورنا على رد الفعل بالعكس. وفي وسائل الإعلام التقليدية، وسائل الإعلام التقليدية، يعني عفوا يعني نسأل نفسنا سؤال، ليه معظم الناس بتلجأ للسوشيال ميديا وبتلجأ هنا؟ لأن أنا عندي الإعلام اللي أنا بشوفه يعني مش متطور شوية، بتفرض عليا مجموعة معينة بقالها عشرات السنين وبتتكلم في نفس المواضيع محتكرة الكلام دوت، وبالتالي فقدت شيء من المصداقية، وبالتالي ال 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 الشباب والأطفال والسن الصغير ومعظم الناس بيلجأوا للسوشيال ميديا بياخدوا منها الأخبار. فأنا لازم أتواجد حضرتك، لابد أن أتواجد بقوة على السوشيال ميديا تمام، ولابد ان يكون في تنوع في مقدمي هذه البرامج وفي الطريقه التي تقدم بها هذه البرامج حتى يمكن ان يكون لي مصداقيه عند المواطنين. وتخاطب الشباب يعني. وتخاطب الشباب، لان اخطر حاجه حضرتك، وده اللي لازم كلنا نعرفها، اخطر حاجه المهمه جدا
ان التنظيمات الارهابيه والجماعات الدينيه المتطرفه مينلي بتستهدف الشباب وصغار السن عشان تخلق جيل جديد يعلموا تماما ان الشباب وصغار السن يعتمد على للاسف بقى الشديد نتيجه عدم وجود توعيه بالاستخدامات التكنولوجية السليمة ان كل اسرة مديها ابنها السمارت فون وما بتتابع مش حوز مراقبة ما بتتابعوش يعني بيشوف ايه ويعمل ايه وبالتالي بيبتدوا يدخلوا وينفذوا الى عقول الشباب من خلال هذه الاستخدامات التكنولوجية لان هذه الاستخدامات التكنولوجية حضرتك بتعطي الى هذه التنظيمات المتطرفة شيء من الامن والامان النسبي ويمكن ان يمارسوا انشطتهم عبر القارات يعني انا هنا قاعد ابتدي اعمل اتصالات مع حد في مصر مع حد في دوله اجنبيه حد في دوله في عبر القارات كلها ما عنديش اي حواجز جغرافيه واتوانس ولما بيحصل اي حدث حضرتك بيبتدي ينتشر بسرعه البرق زي ما هنشوف يعني اللي عاوزين نقوله برضو مهم جدا النهارده احنا حضرتك بنتكلم على امن المعلومات هقول لسيادتك مثل بسيط جدا برضو امن المعلومات ان كان بيتركز اساسا في امن المعلومه ذاتها وازاي احافظ عليها من عدم اختراقها وعدم افسادها او اهم حاجه حضرتك امن الافراد القائمين على حمايه حفظ هذه المعلومات لان برضو انا هضرب مثال في هذه الحادثه البشعه حينما وقعت كانت الصور التي تسربت الصور من غرف المراقبة كيف يتم ذلك المفروض ان غرف المراقبة ومتابعة هذه الاخبار ومتابعة السير اللي عمل في داخل محطة مصر ان تكون في سرية تامة داخل غرف مغلقة وبالتالي اتوانس طلعت يعني ازاي شريط كذا وكذا 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 لا عملية صعبة جدا امن الافراد حتى الراجل اللي المتهم في القطر دوت ده احنا قرينا ان هو كان متهم في قضية مخدرات وقضايا اخلاقية وكلام من ده فالنهاردة امن الافراد القائمين على حفظ المعلومات امن الافراد القائمين على العمل في وسائل النقل مهم جدا 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 طيب انا عايز اسالك سياده اللواء هل الحملات الممنهجه من قبل جماعه الاخوان الارهابيه وانصارها ومعانيها واعلاميها ده بيتم بشكل فردي ولا بشكل ممنهج وشكل جماعي؟ لا انا زي ما قلت لحضرتك انهم برعوا تمام ومنظمين جدا يعني في كتائب الكترونيه في كتائب يا فندم ولا يمكن ان نغفلها وكتائب الكترونيه ايه؟ كتائب الكترونيه مخصصه لاطلاق اشاعات مخصصة لإطلاق الإشاعات وفي كتاب إلكترونية مخصصة لكل فئة جغرافية عندنا صعيد وبحري بيخاطبوهم بنفس لهجتهم بنفس اللهجة بتاعتها كتاب إلكترونية قاعدة 24 hours 24 ساعة وبالتالي سلاح فعال لذلك هم بيستهدفوا برضو كثير من الشباب خريج الجامعات التكنولوجية والفنية وبالتالي الكتائب الإلكترونية منتشرة عبر السوشيال ميديا احنا بينقصنا بأمانة المحتوى العربي في هذه المنطقة يعني لما اي حد من شبابنا اولادنا يجي يفتح الانترنت وبتاع لما تيجي لحضرتك تقيس حجم المحتوى 1% تقريبا من المحتوى محتوى الانترنت 1% يبقى انا لما ادخل 1% و5% هقول 5% و95% كونتنت محتوى اوروبي او محتوى امريكي او محتوى ارهابي ومنحرف وكلام من ده انا بعد كده الوم الشباب ان هو راح لهذه المواقع لا لازم يكون عندي اغطي السوشيال ميديا بتاعتي واواجه بقى وخط الدفاع الاول حضرتك ضد هذه الحملات الالكترونيه والكتاب الالكترونيه بقول لحضرتك خط الدفاع الاول هو التوعية المجتمعية ويبدأ من الأسرة والدولة عليها مسؤولية لابد أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة والإن جي أوز منظمات المجتمع المدني كلها لابد أن يكون في ثورة في التوعية المجتمعية على هذه الاستخدامات لأن إيه حضرتك مهمة قوي الاستخدامات التكنولوجية دي اللي احنا بنستخدمها دلوقتي زي النهاردة في التعليم التطويري في تابلت صح كده إن ما كانش في توعية عمرنا ما هنتقدم تماما وخط الدفاع القوانين موجوده حضرتك ده كان سؤالي هل القوانين كافيه للحد من الحملات الالكترونيه الممنهجه اللي بتبث من الخارج هل هي كافيه القوانين لا القانون بامانه كافي القانون كافي بس هو بينقصه ايه بينقصه التعاون الدولي
تمام. القانون ليه بقى حضرتك؟ لان معظم الكتاب الالكترونية التي تعمل ضدنا وتبث هذه الشائعات معظمها يبث من خارج البلاد من منظمات إرهابية وجماعات متطرفة من دول معادية، تمام، أو يعني من خلال بروكسي معين، إخفاء معين في دول معادية، وللأسف الشديد بيتمتعوا بدعم لوجستي من هذه الدول بتدعمهم بلا شك، وده معروف. دعم أجهزة دعم طبعا بلا شك، أجهزة مخابراتهم، أجهزتهم السيادية بيدعمهم إن هم يقوموا بهذه العملية. وبالتالي القانون عندنا حضرتك موجود 175 لسنة 2018 قانون، وبيجرم ويغلظ العقوبة على أي استخدام غير مشروع وغير آمن لشبكة الإنترنت والسوشيال ميديا. وأكتر من كده إن أعطى لجهات الأمن إن هي حينما ترصد، عندنا مثلا حضرتك هنا في مصر في إدارة متخصصة، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات في وزارة الداخلية، وليها هوت لاين 108 عشان الكل عارف يعني. 108 ده خط ساخن. خط ساخن ده مباحث الإنترنت. ده مباحث الإنترنت معروفة بمباحث أي حد. وبنشوف التوعية والثورة المجتمعية بقى، أي حد يرصد صفحة إخوانية، صفحة هدامة، صفحة إباحية، صفحة، يتصل ب 108 وسادة الضباط الأكفاء هناك، هقوله اتفضل عندنا أو نعمل كذا وكذا، أو حد تعرض لجريمة معلوماتية أو انتهاك أو هاكرز معين بيكلمهم كده. فالقانون والأجهزة، وزارة الاتصالات عندنا جهاز نفخر بيه دايما، سيرت كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم، وحدة التدخل السريع، بتحمي الفضاء الإلكتروني المصري، بتحمي الفضاء الإلكتروني المصري من أي هجمات خارجية. ولكن برضو شوف حضرتك يعني القانون والجهات الفنية والأمنية عندنا عملت مع عليها تشريعيا وفنيا وأمنيا، ويبقى خط الدفاع لو زي ما بقولك التوعية المجتمعية، لأن بدون توعية اجتماعية لن تحقق أي تقدم ونجاح. بتبدأ من أي توعية؟ أولا هي نقول مسؤولية مجتمعية، مسؤولية الدولة، أجهزة ومؤسسات الدولة. يعني مثلا حالك حاجة، احنا حد مثال بسيط جدا حضرتك، النهاردة احنا بنقول زي ما الرئيس قال في مؤتمر شرم الشيخ، تمام، شاف نتيجة حملات 100 مليون صحة وكلام من ده، ابتدى لقى فيه ايه، ان في ناس سم شوية، سكر، ضغط، كلام من ده، ابتدى يقولك فيه دروس لا الرياضة بقى، الرياضة حطت الرياضة بقى. النهاردة كنا احنا زمان واحنا صغيرين بناخد حصة الالعاب والرياضة دي، النهاردة رجع الكلام ده في حصة الرياضة والالعاب، بيبتدي يدي الجسم السليم في العقل السليم. فالنهاردة التوعية لابد، احنا النهاردة في نظام تطوير نظام التعليم حضرتك حطينا التابلت صح كده، وعرفنا حضرتك النهاردة ان في جريمة تكنولوجية، جريمة خطيرة جدا، هذه الجريمة التكنولوجية تطورت الى الجريمة الارهابية التكنولوجية، أصبح النهاردة أخطر ما يهدد الدول اللي هي التكنولوجيا والسوشيال ميديا كلها. يبقى لابد أن تكون هناك محاضرات في المدارس، وفي الجامعات والمعاهد لتلقين الطلبة أبنائنا بالاستخدام الآمن والمشروع لهذه التكنولوجيا. يقولوا لهم تعالوا أنت هتاخد تابلت يا حبيبي، التابلت ده فيك ده. هم أنا قريت من يومين في واحد ابتدى عمل اختراق لتابلت ونزل عليه جيمز صح كده، كل عرفناها. ده نتيجة إيه؟ إن هم عندوش وعي، فلا بد ان تتضافر كافه اجهزه ومؤسسات الدوله في هذا كل، يعني مثلا ايه، نعرفهم يعني ايه الامن. حضرتك الامن دوت مش امن المعلومه، امن افراد، الافراد القائمين على هذه المعلومات. طب انا عندي سؤال يا استاذ، في الجرائم العاديه الجنائيه حتى لو المتهم كان هارب بره البلد ممكن يتم ملاحقته من ملاحقه الهارب من خلال انتربول، هل في الجرائم الالكترونيه يمكن ملاحقه المتهمين او المجرمين اللي بيهاجموا الدولة المصرية ويتم اتهامهم بهذه الجرائم، هل يتم ملاحقتهم من خلال انتربول؟ سؤال حضرتك جميل جدا، ويمكن انا في سياق الحديث قلت لحضرتك ايه، ينقصنا التعاون الدولي، عندنا الجهود الأمنية والفنية والتشريعية، تمام كده؟ نفتقد والعالم كله يفتقد الى التعاون الدولي. ليه كمان بفتقد التعاون الدولي؟ لان لم يحدد حتى هذه اللحظة المفهوم الحقيقي للإرهاب. الإرهاب في بلدنا بيختلف عن مفهوم الإرهاب في بلد تاني، لأن ده بيرجع لأيديولوجيات معينة وأفكار معينة عند الدول. وبالتالي في مثلا اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، احنا كل ما ننضم للاتفاقات الدولية يمكننا ملاحقة المجرمين. يعني أقول سألتك حاجة، مجرمين في الخارج
احنا عشان تعاون دولي، في تعاون دولي في مكافحه هذه النوعيه من الجرائم مع امريكا. 2009 حضرتك في قضيه شهيره عندنا في مصر، الامريكان نفسهم صوتوا عندهم حوالي اكتر من بنك تم القرصنه المعلوماتيه عليه، وسمعتها حضرتك اهو، وسرقه واحد مصري اللي عمل بالظبط كده. وقالوا لنا امريكا لو اتنططت مش هتقدر توصل لمين الناس، هي امريكا بقى بعزها. فهم جم لان في انابه قضائيه، فجم هنا عندنا وقابلوا السيد الوزير، والله حصل كذا وكذا وكذا، وكنا ساعتها في ابان في اداره المعلومات، وسادة الضباط الافاضل قعدنا معاهم وقعدنا مع الناس وفهمنا البلاغ، وقدرنا نحدد الاي بي بتاع الناس اللي هم عملوا هاكر. هناك في امريكا عرفوا ان الهاكينج ده جاي من مصر، انما هو ما يعرفش مين داخل مصر. فقدرنا الحمد لله بالسادة الضباط وكفاءتهم قدروا عملوا مجهودات الى ان وصلوا لهم. لذلك زي ما سؤال حضرتك بقى، لو اي حد بيعمل علي بيعمل عندي اي كتائب، اي نشاط هدام، هجوم الكتروني، انا لابد من التعاون الدولي مع الدول. انا بحدد الاي بي، بعرف من اي دوله، انا بعرف الكتيبه دي بتهاجمني من اي دوله، بقدر اعرفها. لكن تنظيميا هل في اتفاقيه دوليه توقع عليها الدول او تشارك فيها الدول بحيث يتم تسليم المطلوبين من الجرائم الالكترونيه؟ لا لا لا، مفيش اتفاقيه تجمع في اتفاقيه بودابست فيها 48 دوله تمام، انما هل تقول لي في اتفاقيه دوليه عامه فيها زي الامم المتحده مثلا؟ لا مفيش. ليه؟ لان مفهوم الارهاب عندي، يعني انا مثلا بقول بلد زي تركيا مثلا تمام، انت عندك ارهابيين وكذا وكذا وكذا، ما يعترفوش ان هم ارهابيين، هم مش ارهابيين عندك، انا عندي ناس كده، انا بقول عليهم ارهابيين، هم ما يقولوش عليهم ارهابيين. حتى هذه اللحظه حضرتك ما فيش اتفاق تام على نوعيه الارهاب او تحديد مسمى للارهاب. وبالتالي التعاون الدولي مهم جدا جدا. يعني هقول لحضرتك حاجه اخيرا برضو، بنثمن مؤتمر القمه العربي الافريقي الاوروبي الذي عقده السيد الرئيس مشكورا في شرم الشيخ، وما اسفر عنه من توصيات، من اهمها لابد من التعاون، لان النهارده اوروبا حضرتك اكتوت بنار الارهاب، يعني اكتوت بنار الارهاب. فالنهارده ابتدوا هم يجروا يتعاون من مع دول عربيه، هيكون في عفوا هيكون في تعاون بشان ملاحقه مرتكب هذه الجرائم الارهابيه او الاجراميه عبر الانترنت ايا كان موقعه. برايك يا سياده اللواء، لجان الاخوان او الكتائب الاخوان الالكترونيه بتستهدف المجتمع المصري، بتستهدف راس الدوله، بتستهدف المشروعات القوميه اللي بتنفذ حاليا في مصر، هم يعني بيغرضوا من وراء ده ايه؟ ايه هدفهم من وراء هذا الاستهداف؟ حول سيادتك برضو، هدفهم هي حرب معلوماتيه، هدفهم احباط الدوله تمام كده، هدفهم احباط المجتمع، افشال الدوله، اسقاط الدوله، خلق حاله من زعزعه امن واستقرار الدوله. لان لما انا عارف حضرتك يقول لك ايه، الزن على الودان امر من السحر، مش كده ولا ايه؟ كل شويه تك تك تك، اخبار 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 وانا ساكت، اخبار 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 هدامه وانا ساكت، لا. فبالتالي هي دي الحرب المعلوماتيه. الشائعات اللي بنتعرض ليها النهارده شائعات مورده، يعني النهارده اي انجاز بيتحقق في هذه الدوله منذ 4 أو 5 سنين بيقوموا بمحاوله استغلال اي فرصه للتبخيس بقيمه هذه الانجازات، او اطلاق شائعات ضدها بحيث ان المواطن يفقد مصداقيته فيما يتم من انجازات في الدوله. ولذلك انا بقول للمجتمع المصري، التوعية مهمة، ما نصدقش أي معلومة عبر السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ليس عليها رقابة ولا رقيب. النصائح اللي تقدمها للشباب عشان يتحقق من المعلومة أو يتحقق من البوست، أقول لسعادتك النصائح للشباب إنه يعلم تماما أن السوشيال ميديا عالم مفتوح، فيسبوك، تويتر، انستجرام، عالم مفتوح، كل من يجد في نفسه أي كلمة بيكتبها ويفتح أكاونت وما عليهش أي رقابة. وبالتالي أنا لما أقرأ خبر عاوزه الأول يتأكد من أكتر من مصدر، وياريت في مركز نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار ده الأكاونت بتاعه موجود على الفيسبوك تمام،
يبتدي يشوف الاخبار، لان هذا المركز مشكورا بينزل كل فتره معينه، كل اربع او خمس ايام، كل اربع او خمسه بينزل دراسه، حتى بيعملوا في شكل انفجرات. انا برضو بأثمن حركه أو جهد جميل عملته وزاره الداخليه بامانه خلال الفتره اللي فاتت عقب صدور احكام الاعدام وتنفيذها على بعض المتهمين. ابتدى ينزل كليبات بالجرائم التي ارتكبتها تلك العناصر الارهابيه والتي من التي بخصوصها تم الحكم عليهم. فابتدت تفكر الناس بالقضايا والجرائم بتاعتهم والتفجيرات والقتل وشرب. ابتدت الناس الناس ده حصل كذا وكذا، انما انا عشان واحد خمس سنين فالناس ابتدت تنسى شويه. وبعدين هم شباب، الشباب لذلك انا بقول حبه التوعيه، مسؤوليه مجتمعيه بقى، الدوله لابد ان نتواجد بكثره على السوشيال ميديا، لابد ان المحتوى العربي، المحتوى المصري السليم السوي، لابد ان نخاطب به الشباب. وربما تجربه زي بنك المعرفه اللي انشاتها الدوله عملتها الدوله ده نموذج جيد في هذا الاطار، في هذا السياق، ل يعني اثراء المحتوى العربي على الانترنت. انا بعتذر، انا سبت الوقت انا اللي اسف، وبعتذر سبت اللي هو حضرتك شرفت لنا. وعايز في كلمه اخيره ممكن تقول؟ انا كلمه اخيره يا بوسي، يعني السيده الرئيس اعلن في مؤتمر شرم الشيخ بتاع الشباب ونحن فورورد للتحول الرقمي. تمام. الدوله كلها تحول رقمي، بس الناس عشان تبقى عارفه التحول الرقمي ده مش اوبشن، مش اختيار، لا ده مفروض علينا، نمره واحد عشان نحمي نظم معلوماتنا. نظم معلوماتنا، فلا بد ان نتواكب مع هذا العصر ونواجه عدونا بنفس السلاح ولا نتقاعس. تمام. سياده اللواء محمود رشيد، مساعد وزير الداخليه السابق لامن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا في اكسترا نيوز، ويعني هذا المناقشه الثريه لحضرتك افرشها. شكرا جزيلا لكم محترمه. الى هنا مشاهدينا الاعزاء وصلنا لنهايه هذه الحلقه من نقاط ساخنه، حتى القاكم في خدمه اخباريه اخرى. شكرا لكم على طيب المتابعه ودمتم في امان الله.